بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس آخر في طرق تجاوز الحظر وحجب المواقع، منها مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. في هذه الحالة، في هذه الفترة، تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل في فترة اختبارات في الجزائر. لذلك سنحاول تجاوز هذا الحظر باستعمال VPN أو إضافة VPN. نستعمل VPN بأن خاصة بهذا الموقع براوزات. الموقع مشهور، يعني حوالي 250,000 شخص يستعمل هذه الإضافة. هذا الموقع الخاص بها تجدون رابط تحت الفيديو. هذه الإضافة متوافقة مع متصفح جوجل كروم، فيس، فايرفوكس، أوبرا، سفاري. نستعملها في جوجل كروم عند الدخول إلى كذلك صفحة إضافات جوجل كروم محظورة، وهي من خدمات جوجل. فسنتجاوز هذا الحظر كذلك باستعمال مباشرة ملف الإضافة. تجدون رابط الملف تحت الفيديو كذلك. كيف نستعمله؟ نذهب إلى صفحة إكستنسيون، صفحة الإضافات، كما تشاهدون فارغة، فما علي إلا سحب هذه الإضافة مباشرة، فيتم إضافتها بسهولة. عند إضافتها تظهر هذه الأيقونة الصغيرة في الأعلى كما تشاهدون، فلونها أخضر، فهذا يعني الآن أني أستعمل VPN، تم تفعيله. عند الضغط عليها نجد بعض الخيارات، كما نجد الدولة التي يستعمل VPN داخلها. هنا ربما هولندا، يمكنني التغيير إلى سنغافورة، لندن، يونايتد ستيتس. هناك بلدان مدفوعة. سأجرب على جوجل الآن محرك. أوكي، تم فتح الموقع في هذا VPN بسهولة. كما يمكن كذلك تجريب موقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك. سنشاهد النتيجة. كذلك تم فتح الفيسبوك. قلت هذه الإضافة يمكنك إضافتها في فايرفوكس كذلك. هذا هو الفايرفوكس، عند إضافتها تظهر لك هذه الأيقونة الصغيرة هنا، فما عليك إلا الضغط عليها فتصبح خضراء، فهذا يعني أنك تستعمل الآن VPN. سهلة وبسيطة. إذا كان هذا الدرس الثاني للVPN. أشكركم للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الشروحات التقنية وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.